السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نزين الجنواز اللي سبق لي وحضرتها في حلقه سابقه. تزيين ساهل وبسيط في متناول الجميع. تابعوا معي مراحل التحضير. لاغاناش مونتي كتكون بجوج مكونات. اولا كريمه الخفق، الكريمه ديال الخفق اللي كنطربوها كتطلع شونتي، زائد الشكلاط. عندي 500 مليليتر ديال الكريمه، 150 غرام ديال الشوكولا. الشوكولا يمكن نديرو الاسود الابيض اولا الشوكولا بالحليب، يمكن لي ندير الابيض اولا الاسود. غادي ناخذ الشكلاط، غادي ندوبو غير شويه في ميكرووند يطلق راسو غير شويه، غير نص دوابل. وهاد الكريمه هادي غادي نغليها فوق البوطه. ذوبت الشكلاط نص ذوبه وغادي ندير عليه الكريمه اللي سخنتها. غادي نبقى ندير حركات دائريه باش يندمج الشكلاط مع لاكريم. بنفس الطريقة غادي ندير مع الشوكولا الأبيض، غادي نبقى نحركو حتى يدوب. ومن الأحسن أننا نطحنو داك الشكلاط باش نتأكدو بأن داك الحبيبات ما تبقاش عندنا نهائيا. بنفس الطريقة هذا الأسود، كنديرو عليه ان فيلم اليمونتير. غادي ندخلهم الثلاجه ليله كامله، لان الا بغيت نطربهم هما سخان نهائيا لا كريم شونتي ما غاديش تطلع لي، فخصهم يكونوا على الاقل فيهم 4 درجات مئويه باردين مزيان باش يمكن لهم يطلع. وابدا ما يمكنناش ندخلوه للمجمد واخا نكونوا مزروبين، لان لا كريم اللي درناها في المجمد ما كتبقاش صالحه نهائيا. هادي لا كريم والشكلاط من بعد الماء كيبردوا مزيان، غادي نديرهم في الطراب الكهربائي وغادي نطربها. بعد ما تطلع كتولي بحال هكا. يمكن الناس تعملوها لتغطيه الحلويات، يمكننا نديرو بان نذوقوا بها حتى لي كاب كيك. بنفس الطريقه غادي نطرب هاد الكريم اللي بالشوكولا الاسود في نفس البول. الكريمه كتجي بحال هكا. بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقي به الجنواز، غادي نحتاج 120 مليليتر ديال الماء، 160 غرام ديال السكر، شويه ديال الفاني، وهاد النوازيت مهرمش ومحمر فاكولتاتيف، يعني لا بغيتيو ديروه ديروه، حتى هو كيطلق النسمه في السيرو. غادي ندير هاد السيرو هذا يسخن فوق البوطه، مجرد ان السكر تيذوب تماما ما تيبقاش كنطفي عليه النار. وطبعا غادي نحتاج الجنواز، هاد الجنواز اللي سبق لي وحضرتها في حلقه سابقه صوبتها بمحسن الكيك. غير شنو غادي ندير، غادي نحاول انني نزول هاد الجوانب هادو وما نخليهمش. غادي ناخذ الجنواز اللي غنصوب، درت تحت منها كارتون هذا ديال الحلوه. واحد لاسوس غنوريه لكم باش الناس اللي بغاو الحلوه تجيهم معوطه من الجناب. انا عندي هنا دجاجه قطعتها على يدي عند مول الجاج، فيها 20 سنتيم. كنصوب عليها الحلوه باش غادي تسقلي. ندير شويه ديال لاكريم هنايا،
غادي نلصق عليها الكرتونه باش ما تبقاش هذا. والجينواز كذلك غادي نلصقو بشويه ديال لا كريم على الكرتونه باش ما يبقاش كيتزعزع بحال هكا. نتهلسات لي شويه. غادي ناخذ السيرو لي صوبت غادي نسقي به الجينواز. ناخذ الكريمه البيضاء نحاول ندورها على الجنب ديال الجينواز بحال هكا. ثم في الوسط غادي نغمر بالكناش مونتي الاسود. غادي ندير ديسك واحد اخر ديال الجينواز بنفس الطريقه. غادي نبقى خدامه حتى نسالي لي ديسك كاملين. بالنسبه لهذا الجزء الاخير ديال الجينواز غادي نسقيه هنا بحال هكا وغادي نهزها غادي نقلبها بحال هكا. غادي نضغط غير بشويه غير باش يتقاد لي. ناخذ الكريم وغادي نحاول ندورو بها بحال هكذا. ثم غادي ناخذ اداه بحال هكا تكون هي زاويه قائمه يمكننا نستعملو حتى المثلث ديال المدرسه. الهدف من داك الجاجه اللي دايره انا انني غادي نقيسها بهذا، ما نحاولش نقيس الكيكه من الداخل غنبقى محصوره فيها. وانا كنعمل هكا باش تجيني الكيكه كلها على قد داك الجاجه تجيني فيها 20 سنتيمتر. البلاصه غادي نبقى شويه كنقادها بحال هكا. بالنسبه للمبتدئات هاد الطريقه هذه بهاد الجاجه هذه فهي غادي تسهل عليكم ان الكيك ديالكم غادي يجي مقاد. غادي ناخذ بحال هذا البلاستيك هذا مسنن وغادي نحاول ندوزو في الحلوه شي شويه. باش يعطيني بحال هاد الموتيف هذا ومن الفوق كذلك.
غادي ندخلها للثلاجة واحد ساعة المكانة باش تبرد مزيان وعاد نزينها. بالنسبة للتزيين غادي نحتاج هاد الحبيبات ديال الشكلاط بأشكال مختلفة. أنا استعملت هادو متواجدين في السوق وبأثمنة مناسبة. كنعمرهم بالشكلاط. كنحتاج لاباطا غلاسي اللي كتضمن لمعان ديال الشكلاط ولذيذة حتى في المذاق احسن من لو سوكر شوكولاتي. فيهم بزاف ديال الشكيلات، فيهم قليبات ونجيمات ومثلثات. باش كنعمروهم كناخذ سورانك شوكه وتكون نقيه وكنعمرها بالشكلاط وكنبقى كنعمر بحال هكا حتى كنعمرهم كندخلهم الثلاجه كيبردوا وكنزولهم بكل سهوله. ملي كنزولوهم من المول هانتوما كتلاحظوا اللمعان. بالنسبه للديكوراسيون غادي نديرها عاديه، غادي ناخذ صوص الشوكولا ولا كلاصاج غادي نحاول نديرلو بحال هكا. ثم غادي ناخذ هذا الكناش مونتي الاسود غادي نحاول ندير هنا هكذا. ثم غادي نهزها مباشره لطبق التقديم وما نهزش مع هذاك الدجاجه اللي لتحت، غادي نحاول نهزها غير من الكرتون. هاد التحت هذا غادي نحاول ندير فيه صديفات ديال الشكلاط بحال هادو، صوبتهم في هاد لومون. بحال هاد لومون هذا غادي ناخذ هاد الصديفات ونلصقهم لتحت. كذلك هادو غادي نحاول ندير بهم لا ديكوراسيون. غادي ندير واحد شويه ديال البغيون بحال هكا. هاد البغيون هذا خاص بالشوكولا. الشكل النهائي لهاد الحلوه هو هذا، هو في حقيقه تزيين سهل جدا واي واحد يقدر يدير بحالو. كنتمنى انكم تجربوها وتستمتعوا بها في المناسبات ديالكم. الى عجبتكم حلقه اليوم ديوجي من فيديو تشاركوا معايا في لاشين ديالي مالحلو اليوتيوب في لاباج فيسبوك مالحلو حلو. وبالصحه والراحه. وباش تشتركوا في القناة يكفي تضغطوا على اللوغو اللي كيبان لكم في يمين الشاشة،
وباش تشوفوا وصفات سابقة شبيهة بالوصفة اليوم ضغطوا على الفيديوهات اللي كيظهروا لكم في الشاشة.